اتكلمت عن نقاط القوة بتتمثل في أطراف أورلاندو، نقاط الضعف بقى وإزاي النادي الأهلي يتغلب عليها وإزاي ممكن النادي الأهلي يسجل في مباراة اليوم. تمام، انا هربط كمان نقاط الضعف والتشكيل بتاعهم والتغييرات اللي حصلت فيه. تمام، لو استعرضنا برضو نقاط الضعف اللي هم عندهم زي الفرق الافريقيه، هنلاقي ان هم دايما بيتقدموا وبيبقى عندهم مشاكل في الارتداد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه، بالذات في المساحات اللي ورا الاطراف. عشان كده انا شايف ان كولر كويس جدا النهارده، ان هو ان شاء الله بادئ بريدس لي مطهر. بص هنا حضرتك، الكره كانت معاهم في الدقيقه 32، ده اخر ماتش لعبوه في الدوري جنوب افريقيا، خسروها 1-0. وخسروها 1-0. هنا الكره، بص حضرتك، ده دي الكره اللي جت جون. طبعا هنا بيحاولوا يظبطوا مصيده التسلل، الباك اليمين راجع متاخر خالص، لا ارجع ثواني، ارجع ثاني. بص هنا الباك رايت لسه ما كانش رجع، يعني الارتداد بتاعه ضعيف جدا على المستوى من الحاله الهجوميه للدفاعيه. فهنا مباراه تحولات بالنسبه للنادي الاهلي، عشان كده انا شايف ان طاهر ورضا سليم ان شاء الله يكون عندهم الفعاليه الكويسه ان هم يستغلوا الانطلاقه من الحاله الدفاعيه بتاعتنا للحاله الهجوميه. هات اللي بعدها، بص المهاجم راح فين، هتلاقي ان هو راح قدر ان هو يروح انفراد وخلاص، راح انفراد والارتداد بتاعهم بص 1 2 3 4 5 6 6 لعيبه لسه من اورلاندو راجعين، وبالتالي انت تقدر تستغل التحولات من الحاله الهجوميه بتاعتهم للحاله الدفاعيه، تقدر ان انت تستغلها. دي اهم نقطه ضعف. نقطه الضعف الثانيه العرضيات والضربات الركنيه والثابته، عندهم مشاكل كتير في الرقابه في التمركزات. النادي الاهلي النهارده يقدر يسجل من خلال ضربه ركنيه او ضربه ثابته او كره عرضيه. بص خلي بالك واحنا بنتكلم ان دي نقاط ضعف عندهم، برضو يعني نقاط قوه هم في الكرات الثابته الهجوميه ليهم، بس هم كورتهم على الارض اكتر، زي سان داونز فرقه بتلعب على الاطراف، بيخشوا لجوه بيستغلوا المساحات اللي ما بين الخطوط لكن هم عندهم، بص هنا حضرتك ده شباب بلوزداد، بص كام واحد يعني هنا، بص كام واحد فاضي اللي عليهم الاضاءه، دول اللي هم لابسين احمر شباب بلوزداد. وطبعا اورلاندو في التمركز زي العيب الافريقي شويه في بعض المدافعين الافارقه، قله التركيز. فهنا انت تقدر تستغل واحد زي اسامه ابو علي، تعمل له عرضيه من خلال العرضيات بشكل كويس، يقدر يستغل الكرات العرضيه دي. كمل، هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي برده نفس الشكل هنا، برده بص هنا بدون رقابه، هتلاقي هي دي نفس اللعبه بس من زاويه مختلفه، 1 2 3 برده واقفين من غير رقابه لعيبه شباب بلوزداد، كانوا يقدروا يسجلوا من خلالها في مباراه اورلاندو وشباب بلوزداد اللي فات. اللي بعدها هنا الجون اللي جه من خلال ضربه ركنيه، الضربه الركنيه لعيبه شباب بلوزداد ثلاثه واقفين عند ما بين المساحه ما بين عند علامه اللي هي تسديد ضربه المرمى في النص بالظبط، 1 2 3 واقفين فاضيين. فانت النهارده اي تريكه سواء رامي ربيعه يقدر يسجل من ضربه ركنيه، وسام ابو علي، اي حد من خلال الضربات الركنيه تقدر تسجل من خلالها. معلش لو نقدر نجيب التشكيل بتاع اورلاندو. طيب هنرجع لتشكيل اورلاندو، لكن خلينا نروح للكابتن عادل. النهارده الخط الخلفي يا كابتن عادل للنادي الاهلي النهارده بتشوف يحيى عطيه الله ثبات في منطقه الشمال، ياسر ابراهيم عودته، رامي ربيعه الثنائيه قلب الدفاع، لكن النهارده عمر كمال، شفنا خالد عبد الفتاح لعب فتره، شفنا اكرم توفيق لعب فتره، النهارده يتم الاستقرار على عمر كمال. اهم النصائح في مباراه زي دي، خاصه لما بنقول المباريات خارج ملعبك، بنقول مباراه حارس مرمى وخط الدفاع. طيب علشان خط الدفاع يبقى كويس لازم نص الملعب يبقى كويس. بمعنى ايه؟ النهارده مروان عطيه واكرم توفيق معمولين اصلا الاثنين علشان عمر وعلشان عطيه الله يقدر يكمل. هتبص تلاقي دول من اللي عندهم الثبات مع السردباكين هيبقوا ثابتين، وهيبقى في واحد من الاثنين طاير مع الكوره، الثاني داخل لجوه، يعني هتهاجم بخمسه وهتدافع بخمسه. ثبات عطيه الله، جماهير اورلاندو، وبنشوف دايما الصوره دي في مباريات الاهلي مع الفرق الجنوب افريقيه، تشجيع طوال 90 دقيقه. هو ملوش دعوه بالمباراه ولا بنتيجه المباراه، هم بيستمتعوا، لكن تشجيع لفرقته واستمتاع بالمباراه خالص 90 دقيقه. خلي بالك جنوب افريقيا عملت نظمت كاس عالم، طبعا عندهم الثقافه بتاعت المباريات الكبيره. هنا جماهير الاهلي والجماهير المصريه خاصه جماهير النادي الاهلي متواجده في كل مكان، اي مباراه في اي مكان في اي ملعب، في اي حته في العالم جمهور الاهلي متواجد على طول. خليني اقول لك على الاربعه اللي هم متوسط الدفاع ياسر ورامي وعطيه الله ثم عمر. اهم عنصر عندنا العنصر في الحاجات الثابته اللي انا خايف منها لانهم بيلعبوها كويس. تمام. الحاجه الثانيه عندك سرعات عمر كمال وعندك سرعات عطيه الله. تمام. سرعات عطيه الله وهو اللي بيفنش كويس،
عمر بيلعب الكرة من مكانه أحيانا، ولكن عنده مين؟ عنده أكرم توفيق الحتة الناحية اليمين. عشان كده أنا لما جيت أكلمك في أول المباراة حبيت النهاردة أكلمك على الخطوط الجانبية اللي هم الثلاثة مع الثلاثة يعني مع وسام وعطية. الباك بيطلع والظهير بيأمنوا مروان عطية من هنا وأكرم توفيق من هنا. أنت يعني مثلا مش هينفع يطلع عطية الله مع عمر كمال مع بعض. هيطلع لو الهجمة عند عطية الله هيحصل عمر ايه؟ عمر كمال اللي بيخش تالت علشان يبقى تلاتة ومعهم اتنين اللي هم الديفندرات. هيكمل مين؟ ممكن مين يكمل من مروان عطية ولا أكرم توفيق؟ أكرم ممكن يكمل في الناحية اليمين، لأن عمر كمال ممكن هتبص تلاقيه طرف يمين وأكرم نزل باك رايت، لأنه عندهم الاتنين حتة اللي بيلعبوا مكان واحد، أنت فاهمني؟ يقدروا يعملوا. الناحية التانية هي اللي هيبقى فيها صعوبة شوية، إنك أنت عندك راجل مهاجم أعلى من الناحية اليمين اللي هو عطية الله وبيعرف يعمل كروس كويس، ولكن في حتة الـ 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 التغطية بتاعته مش هيغطي عليه إلا مين؟ إلا مروان عطية، مش أكرم توفيق، لأن مروان عطية. ورجوع رضا سليم برضه معاه مهم جدا. عندك كمان محمد طه. وعندك كمان حتة إمام عاشور، دائما إمام عاشور بيحب يلعب ويمين ناحية الشمال شوية، تمام؟ فهتبص تلاقي عندك الناحية الشمال عندك مهاجمة جدا، بس الحتة الدفاعية بتاعتها لازم تحذر منها. مين اللي يقدر، عشان انت سألتني على المدافعين، مين اللي يقدر يلعب؟ اللي هيلعب سرد باك ناحية الشمال، ولو يكن رامي مش ممكن ما يلعبش ياسر، ياسر ممكن يلعب ناحية اليمين، ياسر على طول عدلته ناحية اليمين، لكن رامي هو اللي هيميل، عشان رامي لما يميل وياسر هيميل عليه يبقى العكس اللي هو عمر كمال يبقى داخل، علشان الحتة الهجومية بتاعتك هتبقى على حساب الحتة الدفاعية من الجنب الشمال، كله مهاجم اكتر من مدافع، الجنب اليمين مدافع اكتر من انه مهاجم، بمعنى تتكلم على عمر ثم اكرم ثم الثالث رضا سليم، تمام؟ الناحيه الثانيه طاهر مهاجم، امام مهاجم، هيبقى عطيه الله مهاجم. عشان كده بقول لك انه الحذر، كل الحذر. والحاجه المهمه بقى اللي انا عاوز اقولها، اكرم توفيق فرقه يعني او فرق جنوب افريقيا كلها عندها مهاره تيكير من حته دخولك جوه ال 18 وانك تخش عدم التهور، يعني عدم التهور، لانه عندهم مهاره، مش لعيبه افريقيا بمعنى سما. أيوة. ايه لا هو بيقف وبيخش بيك، بتمتاز بالمهاره والسرعه، لا وبيقف ويخش بيك ومره واحده يلبسك بنالتي، تمام.